مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شي كتير كتير طيب من حبة البطاطا الحلوة وبيضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي منقشر حبة البطاطا، بغسلها منيح، بدي اعملها مربعات صغيرة واسلقها على الغاز. بعملها بهيدا الحجم. بحط مي شي بسيط، حطيت حوالي كوب كبير مي. هلا بحطن على الغاز بغليهن لتستوي عنا البطاطا. بعد 12 دقيقة من السلق بس استوت عنا البطاطا، منطفي الغاز ومنصفي المي اللي فيها. بعد ما صفيت البطاطا من المي شو بعمل؟ بنعمن بالكباية بهيدي الطريقة. ما فيني نعمن بمدقة الثوم عشان فيها نكهة الثوم، عشان هيك فضلت انه نعمها بالكباية. حط البطاطا عجنب، منحط البطاطا بالعجانة منرجع. ملعقة طعام خميرة، ملعقتين طعام سكر، رشة ملح كتير بسيطة، بنحط طحين كوب اثنين، حطينا كوبين طحين. بخلطهم شوي مع بعض. هلا بضيف شوي شوي حليب وبعجن. بحط الحليب بالكوب اللي عيرت فيه طحين. عنا نص كوب حليب. هلا هيدي العجينة المطلوبة اللي نحنا مناياها شوية تكون بتلزق. شايفين كيف؟ بدنا نشيل العجينة ونحطها بالقالب. عنا قالب حطيت بقلبه ورقة زبدة، هلأ بحط العجينة بقلبه. بحط شوية زيت غجات لأقدر مد العجينة. بحط الملعقة بهيدي الطريقة عشان ما تلزق عنا العجينة بالملعقة. شايفين؟ بس حطينا زيت كتير كتير، صارت تنمد معنا بسهولة العجينة. بغطيها وبحطها بمكان دافي ترتاح حوالي نص ساعة. بعد ما ارتاحت العجينة عنا نص ساعة، بحطها بفرن حامي على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هذا الخبز اللي عملته أنا وياكم أخذ بالفرن 25 دقيقة. بعد ما طلعت الخبز من الفرن حطيته على المجلى لبرد عنا. هلا بدنا نشوف كيف طلع عنا. بسم الله، واو، طالع نفس الكيك. شايفين منه شكل روعة كأنه كيك. ما
بدنا نقص الخبز انا وياكم. بسم الله. هيدا الشكل من الداخل، شكل كتير كتير رائع، شايفين؟ كتير طيب، وريحة البيت عن جد عن جد كتير طيبة من الخبز اللي عملته أنا وياكم. خبز كتير كتير رائع بحبة البطاطا الحلوة، شايفين؟ روعة. إذا بتحبوا فيكم تاكلوا الخبز هيك بهيدي الطريقة، وكمان ممكن تحطوا مربى عليهم بهيدي الطريقة. هيدا الخبز من البطاطا الحلوة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.